مجلس اداره اتحاد الكره. استاذ مجدي ازاي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن كريم، كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الله الاسره يخليك، جميعا كل سنه وحضرتك طيب. وعلى الساده المشاهدين جميعا يا فندم. مكالمتين في اسبوع واحد بعد فتره اختباء، شفت بقى ده حاجه يعني حاجه تاريخيه. ازيك يا استاذ مجدي؟ دي مناسبه العيد يا فندم، طيب مناسبه العيد. مناسبه العيد، ماشي، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت اخبار طيب يا حضرتك ايه؟ يعني الحمد ايه لله رايك كله امبارح تمام. في نهائي الكاس بعيدا عن النتيجه، يعني كتنظيم وك مباراة ما بين فرقتين كبار الأهلي والزمالك في نهائي بطولة برضو كبيرة اللي هي بطولة كأس مصر؟ طبعا اسمح لي احنا بنهني نادي الزمالك اداره ولاعيبه وجهاز فني أيوة وجمهور نادي الزمالك بفوز بكاس مصر كلها. أكيد. طبعا انا شايف ان الحمد لله المستوى يعني اتحاد الكره انا زي بقول الموسم على خير على اكمل خير، ان احنا ننهي الدوري بالمشاكل اللي حصلت دي فيها، ننهي الكاس اللي هم البطولتين اللي هم الرئيسيين بنظام اتحاد الكره، ده يحسب لمجلس اداره اتحاد الكره. أي الحمد لله المستوى الفني بقى للمباراه كان كان عالي. جيد جدا وعالي، واحنا كنا عارفين فرحنا ان في الاخر خالص انت لما بتعلي مستوى الدوري وبتعلي مستوى الكاس ده بيصب في مصلحه المنتخب، أي هيبقى عندك بيفرز ليك لعيبه كويسين، لعيبه على مستوى عالي، وده يمكن شفناه في 2006 و2008 كان عندك دوري قوي، و2010 كان عندك دوري قوي كان بيديك لعيبه قويه واللعيبه بتقدر تاخد بيها بطولات. فاعتقد ان يعني من اللي شفناه امبارح ده بيدينا امل كبير جدا ان باذن الله اللي جاي لمنتخب مصر خير كتير جدا، اللي جاي لمنتخب مصر بطولات بمستوى اللاعبين دوره اللي ظهر من اكبر ناديين في مصر يعتبر جماهيريا وبطولات هم الاهلي والزمالك. طيب عايز اعلق مع حضرتك، طبعا في ايجابيات كتير جدا امبارح، الحمد منصه لله كان شكلها شيك، الملعب حلو، مباراه ما بين فريقين، لكن في حاجات برضو مش كويسه سلبيه زي تاخير المباراه ربع ساعه، بعض الجماهير اللي دخلت في بدايه المباراه رغم ان احنا قلنا ان اتحاد الكوره عامل كشوفات وعامل كل نادي باعت الاسماء، وربع ساعه دي حتى الحكم السويدي قال لك دي فضيحه، يعني حاجه ما بتحصلش. لا لا هو المحكم ماشي كده يعني اسمح لي ان الكلام ده اتقال يعني ده انا من قريتها على احد اليوم السابع. يعني هو كان بقى هم بيكتبوا زي ما هم عايزين لكن الكلام ده ما حصلش. طيب الحاجه الثانيه برضو كان في ناس ما لهمش علاقه بالموضوع اثناء تسليم الجوائز او الكاس لنادي الزمالك جوه حرم المنصه، واحنا قلنا برضو عايزين نبقى حاجه شيك كده ومش اي حد يخش المشكله والكلام دي ده. مشكله ثقافات بقى يا كابتن كريم، لا انت بتعمل على التنظيم، قد ما فين تقدر. الناس بتوع الامن، الناس مجالس الادارات واللعيبه والاجهزه الفنيه والمسؤولين في الناديين والمسؤولين في اتحاد الكره طبعا، المهندس خالد عبد العزيز وكبير اليوران، فين بقيه الناس دول دخلوا ازاي وليه وبيعملوا ايه في يعني الحته دي؟ انت بتبص تلاقي ناس اللي جايين مثلا جاي مع الكاميرات اللي من زي ما بيقولوا في اداري برضه في نادي بطرس بورس، حاجات كده غريبه ناس بتخش، يعني دي ثقافات بقى يا كابتن كريم. يعني انت لو جيت بصيت على اتحاد الكوره، هل حد من العاملين باتحاد الكوره او من مجلس اداره اتحاد الكوره كان موجود بخلاف الجو خارج الكلام المختصين؟ يعني لا 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 مجلس كلام ماشي، انا معاك في النقطه دي، بس انا مجلس بقول اداره برضو اتحاد ان انتوا الكوره كاتحاد كره والفرق الموجودين مسؤولين عن اللي موجودين التنظيم، كلهم مسؤولين. كانوا قاعدين فوق في المدرج، نزل الحاج محمود الشامي اللي قائم باعمال رئيس الاتحاد الوحيد اللي وقف في المنصه، ما الباقيين اللي عارف هم استاذ مجدي انا قلت ايه، ان لا التنظيم كويس وجيد وايجابي، في حاجات ايجابيه، عندنا تكتين ثلاثه صغيرين كده لو بقى صلحناهم. دي ثقافات دي يا كابتن كريم، يعني دي ثقافات مع ناس احنا بنتعب صراحه، يعني بنتعب جدا فيها يعني، والناس المعاملين في الاتحاد بيتعبوا معاها، يعني ثقافات دي متقال ان هو ما يخش جوه يعني مش قادر، يعني طب ما الناس كلها قاعده فوق، مجلس اداره نادي الزمالك كان كله فوق او كان في الملعب بعيد، يعني ما حدش دخل جوه. هي بتبقى ثقافات، لكن هنعمل ايه؟ بس اللي جاي احسن، يعني لما يكون عندنا النهارده يعني سلبيات بسيطه باذن الله في السوبر ما يكونش فيه سلبيات خالص باذن الله، يعني احنا بقدر الامكان، بس ده احسن من الاول. انت ما كنتش بتعرف تسلم بالكاس، صح؟ يعني في الاول ما كنتش بتعرف تسلم كاس، صح؟ كنت بتلاقي كل الناس طلعوا واللي بيخطف الكاس واللي بيخطف، يعني دلوقتي يعني قدرنا الحمد لله بقدر الامكان نتعامل مع الشركه الرائعه طبعا اللي بنشكرها على المجهود اللي اتعمل منها، يعني نتوقع باذن الله في السوبر هيكون في احسن. السوبر في الامارات خلاص بشكل نهائي، خلاص بشكل نهائي يوم 15 باذن الله، يوم 15 يوم 15 وبحضور جماهير بقى هناك، مفيش مشكله، جماهير طبعا طبعا الجاليه مفيش المصريه عندك او اللي عايز يحضر مباراه من المصريين مفيش مشكله. طبعا باذن الله ده هناك هيبقى في هناك والاستاد نتعشى من باذن الله يكون اكيد باذن الله يكون مليان يعني باذن الله ان شاء الله. طيب ده يعني خلاص انتوا كده الموسم انتهى لاطول موسم في تاريخ الكره أطول المصريه، موسم فالحمد لله اتعب موسم والله عدى على خير. طيب الحمد لله. انا حاسس كده ان يعني جدول الدوري اتحط بدون تواريخ، ان لسه مستنين تشوفوا انتخابات مجلس الشعب ولا ايه بالظبط؟ هو في عندنا انتخابات مجلس الشعب،
وارتباطات المنتخب وارتباطات يعني ليه ما حطيتوش تواريخ حتى على بداية الدوري أول أسبوعين عشان بس لا حتى ما أول إحنا متفقين إن الدوري يبدأ 21 مفروض مفروض بس طبعا أنت عارف يا كابتن كريم إن أنت لازم بترجع للأمن تمام إزاي؟ فهي الظروف اللي عندنا بتحتم إن إحنا قبل ما ناخد أي نحط تاريخ بترجع للأمن وتبعت له التواريخ دي والملعب دي وهو هيقرر لا أنا عندي في الحتة دي في انتخابات لا أبعد عن موضوع المنطقة بتبقى هي الأمور كده بس مش أكتر تمام انما احنا باذن الله البدايه 21 باذن الله 21 ان شاء الله. طيب الماتشات الوديه بتاعت المنتخب بقى دي اللي عماله ايه كل يوم اسمع منتخب شكل انا اتقال لي من يومين ثلاثه ان انتوا الاتحاد السنغالي وافق وخلاص هتلعبوا مع السنغال باذن الله خلص الموضوع رسمي يعني خلص يمكن النهارده اتحاد الكوره بعت جواب للاتحاد الاماراتي بعد ما اتحاد السنغال بعت موافقته على المباراه في خطاب رسمي من الاتحاد السنغالي فبعتنا الاتحاد الاماراتي وبالاضافه كمان لمنتخب السنغال خاطر الاتحاد الافريقي حلو ان ده يوم كام بقى يوم كام يا استاذ مجدي ماتش السنغال ومصر يوم 8 ده في دبي ده في دبي يوم 8 والماتش الثاني ده احنا خاطبنا النهارده اول الاتحاد الامارات بنطلب موافقته بقى على ان المباراه يوم 8 واختار لنا الملعب اللي هو المناسب ليه حلو بالنسبة. يعني اقول بشكل رسمي كده على لسانك مصر والسنغال يوم 8 اكتوبر في الامارات نهائي الموضوع نهائي باذن الله فور ورود خطاب الاتحاد الاماراتي الاتحاد الاماراتي لكن كاتحاد سنغالي واتحاد مصري اتفقوا موافقين خلاص وافقوا وعملوا في مقابل مادي هيدفع للسنغال؟ لا خالص احنا ما في احنا بالنسبه لنا احنا ما فيش احنا مش الاتحاد المصري مش هيتحمل اي شيء في هذه المباراه يعني التذاكر ببلاش والاقامه وبالنسبه لكم بالنسبه للمنتخب على حساب الشركه اللي عامله الماتش طيب حلو النقطه الثانيه المباراه مش كنتوا هتعملوا مباراه ثانيه يوم 12؟ لسه فيها يمكن لغايه النهارده في عده مسائل احنا كنا خلاص وصلنا الشركه كانت وصلت لاتفاق مع بوركينا فاسو بوركينا عندهم مشاكل سياسيه عندهم مشاكل سياسيه لدرجه الراجل هناك المسؤولين في الاتحاد احنا مش عارفين نوصل للاتحاد بالظبط عندنا مشاكل وفي مشاكل سياسيه وعسكريه هناك فمأثره علينا جدا فاعتذروا احنا مش عارفين نوصل للاتحاد عشان حتى نبعت مكتبات ايوه الناس اعتذروا فبيتم اكتر من مخبط اكتر من دوله على اساس نتفق يعني ناخد من الاشتراك مع الشركه اللي بتنظم برضه ناخد موافقه الدوله الشركه دي شركه ايه بقى؟ دي شركه فرنسيه دي شركه فرنسيه تمام على اساس ان احنا نوافق على دوله من الدول دي توافق تبدا الشركه تنظم معاها ونعمل المباراه الثانيه اللي برضه بنسعى ان هي تكون في دبي على اساس ان انت عندك المنتخب والسوبر ولعيبه الاهلي والزمالك بالظبط عشان مشكله السوبر هي دي اللي محتمه يعني انا في الوقت احنا لازم المباراه الثانيه تكون في دبي بالظبط بالظبط تمام على العموم مبروك على نهايه الموسم وان شاء الله الموسم الجاي يبقى افضل من الموسم الحالي ولو في اي اخطاء عندنا نقدر نصلحها ونقدر نعالجها قبل بدايه الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله بدعمك للاتحاد ودعمك للكره باذن الله كابتن كريم اكيد باذن الله اشكرك يا استاذ مجدي استاذ مجدي متناوي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري تعالوا نروح نشوف بقى من